فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن حادثة الفيل أنها إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقولون لأن الحبشة نصارى أهل كتاب، وقريش وثنيون، ولا شك أن أهل الكتاب أحسن من الوثنيين، فهم لم ينصروا إلا بسبب بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، يسأل حفظك الله عن معنى كلمة إرهاصات. مقدمات، إرهاصات يعني مقدمات. نعم.